دار مارليس للمسنين للسريان الكاثوليك، إنه الدار القريب من القلعة الأثرية في حلب الذي ما زال يأوي من تبقى من المسيحيين في المنطقة التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة بحسب سكان هذا الدار، وهم 7 مسيحيين، 4 نساء مسنات تخطين سن 70، زوجان ورجل، جميعهم يعيشون هنا وقد انقطع سبيلهم إلى العالم الخارجي بسبب النزاع. وضعهم المعيشي سيء ويعتمدون في معيشتهم على مساعدات غذائية يقدمها السكان لهم، كما أن الشموع هي وسيلة إنارة أمسياتهم بسبب انقطاع الكهرباء. كهرباء ما في، بس مي في، صرنا محدود السنة بلا كهرباء. عم يساعدوا، بنجيب لهم خبز، بنجيب لهم خضرة، بنعمل لهم أكل. ولأن الدار قريب من الخطوط الأمامية للمواجهات، فقد وضعت الشراشف حوله كي ينجو قاطنوه من رصاص القنص، كما يتردد صدى الانفجارات بشكل متواصل في الأروقة القديمة. نعمل بالليل وقت تسمعي صوت الانفجارات؟ لا ما بحسن. لا، المسيحيون 7 قالوا إنهم صامدون في الدار بالرغم من مصيرهم المجهول.